أخبارنا الميدانية نبدأها من ريف دمشق، حيث تواصل قواتنا البث لعملياتها النوعية في منطقة القابون، وعثرت فيها على ثالث نفق يربطها بحي جبر يمر من تحت الطريق الدولي. تمكنت وحدة من جيشنا الباسل من اكتشاف نفق في منطقة القابون، يحدثنا عنه أحد القادة الميدانيين. تم اكتشاف هذا النفق في المنطقة الواصلة بين منطقة القابون ومنطقة جوبر، المنطقة الصناعية، يمر من تحت الاوتوستراد الدولي ويصل من مدينة القابون ومدينة جوبر، وهو بطول ما يقارب 300 ل 400 متر، واستفادوا من مناطق كانت محفورة سابقا واستخدموها لأعمال الإرهابية، استخدموا لنقل الذخيرة. عليك مزود النفق مزود بإنارة كهربائية كاملة. وهون بهالمنطقة بالنفق تم العثور على قنابل المولوتوف المصنعة بعبوات زجاجية مثل ما شايفين، مملوءة بالوقود ومحطوط لها مثل الفتيل، يعني مشان استخدامها بالرمي على عناصر القوات المسلحة والعناصر المدنية المارة على الاوتوستراد الدولي. الأنفاق اللي شايفينها تم الاستفادة من أنفاق الكهرباء اللي قامت بحفر الدولي سابقا في الأوقات السابقة، وقاموا بوصلها ببعض عن طريق أنفاق محفورة عن طريق كمبريسات ومعاول يدوية، واستفادوا منها بنفق يصل المنطقة الصناعية بمنطقة القابون بطول أكثر من 400 متر. هذه أحد الأوكار التي كان يستخدمها القناصة لقنص السيارات العابرة على الطريق. هذه إحدى الطلاقيات للقنص على السيارات المارة على الاوتوستراد الدولي بين منطقة التروبيكانا وحرستا. وهذه إحدى العبوات الناسفة التي تم تفكيكها من قبل فريق الهندسي في الجيش العربي السوري، كانت مزروعة بقرب الاوتوستراد الدولي. طبعا هي احد جثث الارهابيين، احد جثث الارهابيين موجوده امامنا، وهذا مصير اي ارهابي مسلح يدخل الى البلد. نهايتهم طبعا تحت اقدام الجيش العربي السوري. ستبقى قواتنا المسلحه الباسله سياج الوطن وحصنه المنيع في الدفاع عن امنه واستقراره. مراسل الاداره السياسيه في الجيش العربي السوري منطقه